عليك يا شلتة. يا دي شلتة اسم احمد. احمد واي حد هيقول لي شلتة بعد كده هزعله. شلتة هزعلك يا حاج. شلتة يا ابني حطها ورا ظهرك. والله حلوه وزي العسل. اهي بنتي الدكتوره نبيله اهي. انهي واحده فيهم دول كتير قوي؟ لا انا مزك دي مكنه الشغل حرام عليك. والد حضرتك طلع مالوش اي علاقه بالطلقه. ابوها قذر؟ قذر. ابوكي بطل. بطل. انت ايه مفيش اي حاجه عجبك خالص؟ هو انت هتسوق بجد؟ الموضوع سهل وبسيط. سنه سنه دبرياج سنه سنه بنزين. الدحان بتعيش في الدحان؟ انا عايز اول طلقه في ام رائد. لا سيبوني زي ما انا كده. سيبوني بيوم فؤاد. انا حبيت بيوم فؤاد بيضحكني. دكتور حسن وهبه. فندم. دكتور حسن انا وهبه هي. دكتور حسن وهبه. وحتى لو قتلت شلته هيجي ألف شلتة وشلتة ياخد بطاره. لا مفيش ألف شلتة، هو شلتة واحد بس. البطل البقال جاهز وهيقدم وتحدي. تعالي. أيوة يعني مين فينا؟ الغبي اللي فيكم. راح نمزج ما تستعبطش. مش هتأخر عموما. Thank you.